إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطهر الميامين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم بتقوى الله عز وجل ونفسي وكثرة مخافته، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا شك أن أعظم عمل ديني يمكن أن يقوم به المسلم هو ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر، أكبر عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه هو أن يديم ذكره. ودواعي الذكر كثيرة، منها الامتثال لأمر الله عز وجل، لأن الله أمر به: وأقم الصلاة لذكري. ولذلك كانت الصلاة أعظم العبادات على الإطلاق، فأول شيء يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وفرضت في مكة قبل المدينة، وكانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة الصلاة، لأنها ذكر كلها من التكبير إلى التسليم. ومن دواعي الذكر هو شكر النعمة، أن يلهج الإنسان بالحمد والشكر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، والكفر ضد الشكر، الكفر وعدم الاعتراف بالنعمة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، شكرتم أم لم تشكروا فإن الله غني ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ومن دواعي الذكر هو أن يلتفت الإنسان إلى النعمة فيحمد الله عليها. كذلك من دواعي الذكر الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك من دواعي الذكر مس الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن دواعي الذكر أيضا الوقوع في المعصية، عندما يعصي الإنسان ربه يستغفر، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فدواعي الذكر كثيرة، واذكروا الله ذكرا كثيرا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن يمكن أن نعتبر أن من أعظم دواعي الذكر حب الله عز وجل، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. الذي يحب الشيء يكثر من ذكره. وحب الله من أعمال القلوب، حب الله من أعمال القلوب. فالعبد إذا أحب ربه أكثر من ذكره، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأفضل ما يعطي الله للعبد السكينة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يدخله الجنة في الدنيا قبل الآخرة، عندما يسكن القلب ويطمئن، وكأن
أنه في الجنة كما قال ابن تيمية، جنتي في صدري، وحب الله عاطفة لا تظهر، وهو ذكر الله الخفي. أمرنا أن نذكر الله بالجنان، كذلك أمرنا أن نذكره بالقلب بالسر. وأنت في الطريق، وأنت في سوق الغفلة، وأنت في وضع قد يبدو الظاهر منه أنه مظهر معصية، لكن قلبك مملوء بذكر الله، لا يطلع عليه أحد إلا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.